العلقة تتحول إلى بطأة ولا نسقط العلقة، ويقول لك البرقة سقطت أي سقط جنينها. طب السؤال الرابع، أي ربي أذكر أم أنثى؟ السؤال الخامس، أي ربي أشقي أم سعيد؟ السؤال السادس، أي ربي ما رزقه؟ السؤال السابع، أي ربي ما أجله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. إن أنت نزل هنا الخريطة كاملة، والله لو استقرت هذه العقيدة في قلوبنا ما خشيت على أجلك ولا خشيت على رزقك ولا خشيت مخلوقا على وجه الأرض، لأنه لا تستطيع قوات على وجه الأرض أن تسلبك ما قدره الله لك قبل أن تنزل إلى هذه الحياة الدنيا. فحضرتك نازل بخريطة متكاملة بالرزق والأجل والشقاء والسعادة والذكور والأنوث إلى آخره. يجي ابن من أبنائنا النهارده يقول له طيب يا مولانا، ست النهارده عاد تروح للدكتورة، الدكتورة بتعمل الأشعة التلفزيونية تقول لها مبروك جاي لك عنتر أو جاي لك عبلة. طب يا مولانا العلم أصبح يعلم إن كان المولود ذكر أم أنثى. لا لا استنى استنى، أنت بتقول إيه؟ حضرتك كل اللي حصل أن هذه الآلة ألا وهي الأشعة التلفزيونية ما نقلت إلا صورة خلقها المصور فقط، نقلت صورة من خلق المصور، وهذا لا تنافى مع العلم ولا مع علم الغيب، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا لا تنافى مع العلم أبدا. ولذلك حضرتك الدكتورة ممكن مرة كل ست، لا والله الصورة مش باينة أوي، ممكن الشهر الجاي الصورة تكتمل أوضح، فيتنقل صورة خلقها المصور. لكن اسمع بقى ربنا جل وعلا، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بتقول لي يا مولانا بقول لك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كلم الله عنده، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، إن الله كتب مقادير الخلائق عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ربك علم أن فلانا سيلتقي بفلانا وسيعقد عليه في اليوم الفلاني والمكان الفلاني وسيأتي بها في الليلة الفلانية، وعلم الله أن اللقاء الفلاني سيقدر الله فيه الولد، وعلم الله إن كان المولود ذكرا، وعلم الله إن كان المولود أنثى، وعلم الله رزقه، وعلم الله أجله، وعلم الله لونه، وعلم الله شقاوته وسعادته، وعلم الله بأي أرض يموت. بعد كل ذلك من حقي أن أسأل وأقول أأنتم أعلم أم الله؟ أنت ما تعرفش حاجة، أنا ما أعرفش حاجة إلا بالقدر الذي أذن لنا ربنا أن نعرفه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. بل أنا أقسم لكم بالله الإنسان المتبشح المغرور الذي تصور أنه في عصر الذرة والفضائيات والإنترنت وقد حول العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التقدم العلمي المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات والمواصلات، ظن الإنسان المتبشح المستعلي المغرور أنه صار مالكا مع الملك الحق جل جلاله. وأنا أقسم بالله أنه مع ما وصل إليه لا زال يسبح في بحار المجهول، بل أنا أقول بملء فمي لا يعرف الإنسان إلى الآن كيف يبول، يسبح في بحار المجهول بل ولا يعرف كيف يبول. أعزكم الله، إنسان لا علم له إلا بالقدر الذي علمه الله إياه. طب خلي بالك بقى، ارجع للحديث، أي رب رزقه ما أجله، ما أجله، أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، أي ربي أذكر أم أنثى، أي ربي أشقي أم سعيد، أي ربي ما رزقه، أي ربي ما أجله، ويكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. هل عرفت؟ ومن آياته، هذا يسير من قليل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، ليه من أنفسكم؟ عشان يبقى في سكن، من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. خلق الله حواء من آدم، استكبر في الجنة على الراجح من قول جماهير المفسرين، فوجدها إلى جواري، فقال من أنت؟ قالت أنا زوجك، خلقني الله لتسكن إلي، كما قال ابن عباس وغيره، فخلقت المرأة من آدم ليسكن الزوج إليها. ولذلك أقول لكم أيها الأفاضل، إذا وجد آدم، آدم أي آدم؟
إذا وجد أي رجل ووجدت أي حواء أي وردة فإن الجذب بينهما أمر فطري جبلي أناط الله به امتداد النسل البشري على ظهر الأرض، فلا ينبغي أن يقال أبدا قرب الرجل من المرأة وقرب المرأة من الرجل وأنت مطمئن لتخف حدة الكبد الجنسي عند النوعين. كذب مصادم للفطرة، مخالف لنواميس الكون. ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، هذا مهان. وما تنادي به قرارات مؤتمرات السكان والتنمية وغير ذلك إنما هي قرارات مصادمة لأصول ديننا وثوابت وأركان إسلامنا، تصطدم اصطداما مباشرة مع الفطرة فضلا عن العقيدة والقيم والأخلاق التي فطر عليها المسلمون ومجتمعاتهم المسلمة. لا يجوز أبدا أن تتصور أن رجل يقول لك يا مولانا ده راجل سني، يا حبيبي والله ولو كانت لحيته إلى صورته، يا مولانا استند الست العروسة منتقبة والمرأة، يا حبيبي والله ولو كانت تلبس خيمة. إذا وجد الرجل والمرأة هكذا قال عليه الصلاة والسلام ما خلا رجل بامرأة، وتأتي النكرة هنا لتفيد الشمول والعموم، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لا تنتهك خلق المرأة ولا تربية المرأة ولا دين المرأة، وإنما نعلم يقينا أنه لا تحدث فتنة ولا يحدث خلل في أي بيت من البيوت في أي عصر وأي نصر إلا بمخالفة شرع الله والخروج على سنة الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. والله ما سعدت بيوتنا قبل ذلك إلا بالقرآن والسنة، ولن تسعد إلا بالقرآن والسنة، ومجرد خروجنا عن القرآن والسنة تعاسة وشقاء في الدنيا والآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة. المودة الحب، خلي بالكم شباب، المودة الحب. البيوت مش يعني جل البيوت لا تعرف الحب، جل البيوت لا تعرف الحب، وذهل ورد الحب في كثير من بيوتنا. ليه يا اخوانا؟ لأن بكل أسف قد يبخل الزوج منا على زوجه بكلمة رقيقة جميلة. يعني أسألك بالله، والله في مجلس زي كده بقول للناس أسألكم بالله، يا ترى آخر مرة كل واحد فينا قال لي سكته أنا بحبك إمتى؟ قام أخي كده قريب وقال له والله يا شيخ آخر مرة فاكرها ليلة الزواج. قلت له متجوز بالك قد إيه؟ قال 9 سنين. خبر أبيض، 9 سنين ما قالش لزوجته مرة بحبك إلا ليلة الزواج بس. ويمكن دلوقتي لو أخ من شبابنا اللي جالسين معايا حبي يطبق الكلام ده بعد الدرس، وأما روح وهو طالع عن فتح المحمول واتصل على زوجته ورن التليفون، أهل السلام عليك يا حبيب قلبي، والله الست هتبص في التليفون هتتأكد من رقم، الرقم صحيح ولا غلط، وبعدين تتأكد من رقم زوجي فعلا، هترد على أول كلمة تقول لك وراك مصيبة يا حبيبي، وراك مصيبة. مش ممكن تقول كده، لم تتعود المرأة أن تسمع كلمة مهذبة رقيقة. ليه؟ يقول لك والله أنا ضمعي كده، أنا راجل همش، همش يعني هي بالستر، هي عربي الدرس. لا أنت متبع للنبي عليه الصلاة والسلام، استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيركم خيركم لأهله، خيركم خياركم خياركم لنسائهم، اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فرجهن بكلمة الله. يا سلام، ما أجمل أن تبنى البيوت على الحب، فلولا الحب ما بكت السماء، ما بكى الغمام لقحط الأرض، ولولا الحب ما التف الغصن على الغصن، ولولا الحب لهجرت البلابل الحدائق الغناء، ولولا الحب